الرئيس الفرنسي يصرح المعركة ضد داعش بعد تحرير الرقة مستمرة. دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم بإطلاقها فعالية تحدي دبي للياقة. ما علاقة الإرهاق والتعب المزمن بالغذاء وما دور التغذية الصحية السليمة في التصدي لهذه الحالة؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجيش الفرنسي سيواصل الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا وإنه ينبغي التوصل إلى انتقال سياسي عبر المفاوضات في البلاد. وقال مكتب ماكرون في بيان المعركة ضد داعش لم تنتهي بتحرير الرقة وأن فرنسا سوف تواصل جهدها العسكري ما دام ذلك ضروريا وتحديات إرساء الاستقرار وإعادة البناء لن تكون أقل من الحملة العسكرية. أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو خلال الإعلان الرسمي عن تحرير الرقة أنه سيتم تسليم إدارة المدينة للمجلس المدني في الرقة. كما أكد سلو أنه فور تطهير المدينة من الألغام وتأمينها سيفتح المجال لعودة النازحين إلى بيوتهم في الرقة. هناك قوى أمن داخلي أكثر من 3000 من القوم العربي انضموا إلى قوى الأمن الداخلي هم من مدينة الرقة وريف الرقة ومن أبنائها وعشائرها سوف يقوموا بإدارة المدينة من الناحية الأمنية. قوات سوريا الديمقراطية فقط سوف يكون واجبها بعد التحرير هو الدفاع عن المدينة ضد الأخطار المحتملة. بعد بيان قيادة قوات سوريا الديمقراطية نعتبر استلمنا المدينة بشكل فعلي. أول مهامنا راح يكون متابعة إزالة الألغام بعد ما وصلت 3 فرق أجنبية والفرق الهندسية العاملة بقوات سوريا الديمقراطية راح تتأكد من خلو المدينة من الألغام. تبدأ بعدها عمل لجنة إعادة الأعمار هي إحدى لجان المجلس منبثقة عن المجلس تضم خيرة المهندسين يبدأ عملها بتنظيف المدينة من الأوساخ والأتربة والأنقاض وإزالة المباني الخطرة على السلامة العامة ثم يبدأ عمل صيانة المرافق العامة. وأحب أطمن أهلنا أنه أي حي راح يكون جاهز راح نسمح بالعودة له فورا. في العراق سيطرت القوات العراقية على منطقة ألتن كوبري وهي آخر منطقة كانت لا تزال خاضعة لمقاتلي البيشمركة الكردية في محافظة كركوك. وبعد أن سيطرت القوات العراقية عليها وعلى حقول النفط في كركوك تزداد المخاوف من تمدد القوات العراقية باتجاه محافظة أربيل. مراسلتنا جنان موسى أعدت تقريرا من على مقربة من بلدة ألتن كوبري وطلعت عن كثب على التطورات. كل شخص هنا يتجه بسرعة إلى خط التماس بالسيارة أو مشيا على الأقدام. المعدات العسكرية تنقل أيضا بنفس الاتجاه. الأكراد هنا جنوب أربيل يحاولون بكل ما أتيح لهم من قوة إيقاف تقدم الجيش العراقي والحشد الشعبي الذين وصلوا إلى بلدة ألتن كوبري التي تعرف باسم بيردي باللغة الكردية والتي تبعد 50 كيلومترا فقط عن عاصمة إقليم كردستان. الاشتباكات لم تتوقف طوال النهار واستخدمت البيشمركة فيها الأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة والتي من المفترض أن تستعمل ضد داعش حصرا. الغضب عارم من سكوت المجتمع الدولي على ما يرونه تصعيدا من قبل بغداد. لطالما كان الأمريكيون والأوروبيون أصدقاء للأكراد ولكن اليوم إن سألت المسنين أو البيشمركة أو حتى الأطفال سيقولون لك إنهم لا يثقون بعد اليوم بأوروبا وأمريكا. الطرف الآخر لم يتردد بقصف مواقع البيشمركة أيضا مستخدما الأسلحة الأمريكية التي سلمت أيضا إلى القوات العراقية لتستعمل فقط ضد داعش. هذه هي المعركة الأهم بالنسبة للأكراد إذ إن تراجعهم عن هذه المواقع يعني أن الطريق إلى إربيل أصبحت مفتوحة على مصراعيها.
جنان موسى، أخبار الآن من خارج بلدة ألتون كوبري، كردستان العراق. في أفغانستان، قال مسؤولون أمنيون أفغان إن ما لا يقل عن صاروخين سقطا قرب مقر عسكري دولي في وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح السبت. وكان تنظيم داعش أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على مسجد إمام الزمان في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا. وقال التنظيم إن انتحاريا فجر سترته الناسفة في المسجد ولم يقدم أي دليل يدعم إعلان المسؤولية. عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، والهجومين على مسجدين في أفغانستان بحسب مصدر رسمي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر تقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر. ارتفع عدد قتلى التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو قبل نحو أسبوع من الآن إلى 358 شخصا بحسب ما قالت الحكومة الصومالية. ونقلت وكالة أنباء الصومال عن وزيري الإعلام والأمن الداخلي قولهما إن 228 شخصا أصيبوا أيضا في أكثر هجوم دموية في تاريخ البلاد. واعتقلت السلطات الصومالية شخصين على صلة بالتفجير الإرهابي. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية اليوم إن باريس ترغب في التحرك لمواجهة برنامج إيران للصواريخ وسلوكها المزعزع للاستقرار، لكنها تعتقد أن إلغاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيساعد المتشددين في إيران وسيمثل خطوة أولى نحو حروب في المستقبل. من المتوقع أن يكون الإعصار لان محملا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة عندما يهب على جنوب اليابان يوم الأحد في وقت تجري فيه البلاد انتخابات عامة، الأمر الذي دفع المسؤولين في أوكيناوا إلى تقديم موعد التصويت يوما واحدا لبعض الجزر النائية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار وصل إلى الشرق من الفلبين صباح اليوم. أهلا بكم من جديد. بافتتاح مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، بات بإمكان سكان المخيم التنقل منه وإليه على نحو أسهل، وأصبح بإمكانهم الحصول على وظيفة برواتب جيدة على نحو أفضل وأسرع بسبب الخدمات المقدمة لهم، لا سيما في المجال الزراعي والإنشائي. المزيد في سياق التقرير التالي. الوضع القانوني بات سيد الموقف، ولم يعد على اللاجئين في مخيم الزعتري بعد اليوم أن يعانوا مشقة العمل خارج الأطر القانونية. فبفتح أول مكتب لتشغيل اللاجئين في المخيم بات من الممكن إصدار تصاريح للعمل خارجه، وهو ما قد يسد جزءا من احتياجاتهم المادية. وفضلا عن هذه الأخيرة، ربما يرى المتقدمون للعمل في هذا المكتب فسحة أمل يجدون فيها ما قد يخفف عنهم عبء اللجوء ومرارة تركهم لأوطانهم وأعمالهم. في المكتب التشغيل الزعتري عندنا ثلاث أقسام: قسم التصاريح الزراعي والإنشائي بشكل عام، قسم التصاريح، قسم الإرشاد المهني، وقسم التشغيل والإرشاد المهني، وقسم التسويق. لحد الآن أصدر المكتب حوالي 2200 تصريح زراعي، وسجل حوالي 1100 باحث عن عمل راغبين بالحصول على تصريح عمل إنشائي. قسم التسويق هو وظيفته العمل الميداني، زيارات لأصحاب العمل في أماكن تواجدهم حتى نشوف الفرص العمل المتوفرة وأصحاب العمل المستعدين لتشغيل لاجئين سوريين، بحيث نعلقهم على اللوحة هون، نعلنهم إعلان على اللوحة، وبيجون أصحاب العمل بنعمل لهم ربط وظيفي بين الباحث وبين صاحب العمل، بنحولهم لعندهم وبنتابعهم فيما بعد، إما عن التليفون أو على الزيارة الميدانية إنه يشتغل أو لا. هنا في مخيم الزعتري جئنا اليوم لنسأل المتقدمين للحصول على التصاريح للعمل عن رأيهم بمكتب التشغيل والخدمات التي يقدمها. دعونا نرى. مرحبا.
حضرتك مقدم لتصريح؟ اه. طب ما رأيك بأول شيء، هل حصلت على التصريح؟ اه حصلت. تصريح عمل في مجال الزراعي أم الإنشائي؟ مطعم إنشائي يعني. من التصاريح العامة. طب ما رأيك بوجود مكتب للتشغيل؟ هل سهل عليكم الحصول على تصاريح؟ اه سهل كثير علينا. من حيث؟ المشكلة على طلع وفوت على المخيم، والشغل أحسن، صار تحسن معنا أحسن من أول. يعني كنتم تخرجون لمدة محدودة؟ آه كان 12 يوم، فتح هاي بنيجي هون، يعني مشكلة روح ورجع، هسه أحسن كل شهر بتيجي مرة. يعني كل شهر تخرجون آه. شهر كامل تعودون يوم واحد آه. فقط، ومن ثم ممكن أن تخرجون آه. آه. هذا أسهل لكم؟ أسهل شيء. أيوة. طيب شكرا لك. آه. حضرتك حصلت على التصاريح؟ لا والله بعد. لم تحصل على تصريح عمل. السبب؟ لسه عمري تحت 18. لكن تعتقد أن مثل مكتب التشغيل يسهل عليك؟ نعم، أنا كل 14 يوم قاعد باجي، بظل يومين معطل عن الشغل، تقدر أطلع إجازة بعدين أطلع أشتغل. ممتاز. أما يوم يكون فيه تصريح الواحد بيجي يوم بيقطع التصريح وبيشوف أهله وبيرجع بيكمل شغل. طيب نعم. أشكرك. من أيضا حضرتك حصلت على تصريح عمل أم لا؟ لسه بعدني ما حصلتش. لشو السبب؟ بعد هاي في إجراءات هاي يطلع التصريح. لكن متأمل خير من وجود مكتب للتشغيل؟ يعني تعتقد إنه هذا الأمر رح يسهل عليك الحصول على التصريح؟ إن شاء الله خير. وفي القطاع الزراعي أم الإنشائي؟ لا بالإنشائي. من مهام المكتب أيضا مساعدة اللاجئين للحصول على الاستشارات التوظيفية اللازمة والتنسيق مع الجهات الرسمية، مثل معارض التوظيف التي أقيمت في المخيم مؤخرا لإيجاد فرص عمل للاجئين. ومن خلال التصريح الرسمي بات بالإمكان التنقل من وإلى مخيم الزعتري بشكل طبيعي، وهو ما قد يضمن بيئة عمل أكثر ملائمة. لأخبار الآن، لانا رياض، مخيم الزعتري. والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت بيع ماسة السلام في نيويورك. تنوي سيراليون أن تبيع ماسة استثنائية من حيث حجمها، أطلقت عليها اسم ماسة السلام خلال مزاد في نيويورك تسعى من خلاله إلى طي صفحة ممارسات الإتجار المعروف بماس الدم وفق ما أعلنت السلطات. وقد عثر عمال في شركة منجمية على هذه الحجرة البالغة 709 أقرطة، والتي تعد أكبر حجرة ثمينة مكتشفة في سيراليون منذ نصف قرن تقريبا في منطقة كونو الشرقية الغنية بالماس. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت حبة دواء واحدة تحرق الدهون وتغنيك عن الرياضة وتساعد على نمو العضلات. وجد أستاذ الدراسات البيولوجية رونالد إيفنز الصيغة الكيميائية لتطوير حبة دواء تقوم بحرق الدهون وتساعد على نمو العضلات. وتساعد الصيغة الكيميائية على تنشيط المسارات الجينية في الجسم لزيادة القدرة على تحمل العمل الشاق. مع صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت طالب يطبع روايته الأولى بأنفه. أصدر طالب في جامعة الزرقاء الأردنية روايته الأولى عاشقة صاحب الكرسي التي طبعها بأنفه بسبب معاناته من شلل دماغي منذ الولادة، وذلك في حفل مساء أمس الأول حضره وزير الثقافة وشخصيات أدبية وفكرية وفنية. وقال المعتصم بالله أبو محفوظ على هامش توقيعه نسخا من روايته بتقنية موازية إنها تناقش 25 قضية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت Hair Color Dye للمساعدة في تغيير لون الشعر بطريقة رقمية. ينتمي تطبيق Hair Color Dye إلى متجر أب ستور ويساعد مستخدمه في تغيير لون شعره بطريقة رقمية ليتعرف على اللون المناسب لبشرته في ثوان معدودة. وكل ما يقوم به مستخدم التطبيق هو اختيار إحدى صوره وتحديد حدود الشعر، ثم تبديل ألوان الشعر المختلفة من القائمة المتاحة في أسفل الصورة. ومع صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت تقنية جديدة يمكنها توفير 40% من احتياجات العالم من الكهرباء.
طور الباحثون في ولاية بنسلفانيا تقنية هجينة جديدة تدمج أكثر الطرق المتاحة حالياً فعالية من أجل استخلاص الطاقة الناتجة عن الاختلافات في تركيزات الملح في المياه، وتولد تقنية الدمج الجديدة كميات غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية في الأماكن التي تلتقي فيها المياه المالحة بالمياه العذبة. أهلا بكم من جديد. قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي تجاوز 6,000 دولار مع استمرار مراهنة المستثمرين على واحد من الأصول به قلة في المعروض. وربحت العملة الأصلية أكثر من 500% منذ بداية العام، وهو مكسب يتجاوز جميع الأصول المطروحة للتداول. لكن البيتكوين عملة شديدة التقلب. افتتحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تحدي دبي للياقة البدنية صباح أمس بتسجيل أعلى مشاركة في منافسات تحدي الصحراء، وانضم المدير العام للهيئة الدكتور عبدالله الكرم إلى 70 مشاركا يمثلون الهيئة ركضوا 500 كيلومتر. جاءت مشاركة فريق الهيئة في تحدي الصحراء ضمن مبادرات متنوعة تحت شعار اللياقة تجمعنا مع مجتمعنا التعليمي من مدارس وجامعات ومعلمين وأولياء أمور وطلبة. الزميل مهند حزين وتفاصيل. هكذا هي دبي دائما، مدينة التحديات. ما أن تخرج من تحد حتى تدخل في آخر، فهي تؤمن أن التحديات تصنع الفارق في حياة الإنسان التي ترتقي بفكرة وتهتم أيضا بصحته. وها هو تحدي دبي للياقة البدنية الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي لتكون دبي أكثر مدن العالم نشاطا، الأمر الذي يعزز من قدرة الفرد على الإنتاج والعمل والإبداع. طبعا المبادرة من المبادرات المجتمعية، المبادرة خاطبت شريحة كبيرة من المجتمع، ويمكن كان العائلة مخصصة فيها في هذه المبادرة. المبادرة فيها بساطة جدا، فيها 30 دقيقة في 30 يوم. لقينا فيها أيضا مجموعة كبيرة من العائلة تمارس النشاط. شفنا الجد، شفنا الأب، شفنا الأم، شفنا الأحفاد، شفنا المجتمع ككل، وأهم من هذا شفناهم في سعادة تامة. فإذا المبادرة حققت أهدافها منذ انطلاقتها في أول يوم. فنقول مرة ثانية شكرا للشيخ حمدان. المبادرة تدعمها مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، فيما التزمت هذه الجهات بتوفير أسلوب حياة صحي لموظفيها وعملائها وفرق عملها في إطار إيمانها العميق وحماستها الشديدة نحو جعل دبي أكثر نشاطا وسعادة. أعددنا برنامج متكامل لموظفين الهيئة يبتدي من اليوم إلى آخر يوم من المبادرة، وطبعا أثناء ساعات الدوام الرسمي هناك أنشطة في أول الصباح وفي قبل نهاية الدوام تشمل رياضات بسيطة ولكنها مستمرة، بحيث أن تحفز الموظف أن يمارس الرياضة. حتى في مسألة شعار المبادرة اللي يقول الرياضة في كل مكان في أي وقت، احنا حاولنا نترجم هذا الموضوع أن تكون الموظف أثناء ساعات الدوام لا يوجد عذر للرياضة، دائما أنت مطالب أنك أنت تمارس الرياضة، هذه لصحتك أولا ولأيضا لسلامة المجتمع بشكل عام. هيئة المعرفة والتنمية البشرية بنفسها مشاركة من خلال كل موظفينها، يوميا بيكون عندنا مشاركة 30 دقيقة 6:30 الصبح، فبهالطريقة راح نشجع فيت توجذر. المبادرة 30 يوم راح تخلق روتين جميل، راح تخلي المجتمع يفكر بطريقة مختلفة عن الرياضة، مو بالطريقة المعهودة اللي لازم أسويه عن طريق صالة رياضية ولا الركض في الحدائق. راح يفكر بأفكار كيف أقدر أسوي رياضة وأنا في البيت، كيف أقدر أسوي رياضة وأنا في العمل. فكل هالأشياء راح تشجع وتخلي توعي المجتمعات المدرسية، المؤسسات العملية، إنه يأخذون الرياضة بمنظور مختلف ومنظور جميل. إطلاق هذه المبادرة المهمة التي تساعد المواطنين والمقيمين على تجربة الحياة الصحية واختبار التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه التحدي في حياتهم، لا شك أنه يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات الرامية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض. هاي تتماشى ويا استراتيجية هيئة الصحة بدبي. نحن رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. هذه المبادرة تخدم المجتمع أن نحن نشوفها أن دائما الصحة متماشية ويا الرياضة، واثنين التم يؤدون إلى السعادة. إذا لاحظنا نحن المبادرة تتمثل فيها كافة هذه المحاور.
المشاركة لمدة شهر انطلاقا من 20 أكتوبر لين 18 نوفمبر تعتبر تجربة جيدة لكافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة والتمتع بهذه السعادة للفرد يحس بها. ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني على مدار 30 يوما، هذا ما تسعى إليه المبادرة من خلال تشجيع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لجعل اللياقة البدنية خيارا ونمط حياة ليس لأنفسهم فقط بل لأسرهم وأصدقائهم أيضا. قد نجد بعض الأشخاص حولنا يعانون من التعب المستمر ويشكون دائما من الإرهاق الدائم، ويؤدي التعب والإجهاد المزمن إلى تعزيز إفراز هرمون الكورتيزول الذي يحفز فرز مادة الإنسولين في الدم، لذلك تنخفض نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الأطعمة التي تحتوي على السكريات وبالتالي كسب الوزن. فهل للغذاء علاقة بحالة الإرهاق المزمن؟ الإجابة مع الزميلة منى عواد معدة فقرة التغذية غذاؤك حياتك. أشارت دراسة بريطانية صادرة حديثا عن المؤسسة المتخصصة في أبحاث الإرهاق المزمن إلى حالة من الخمول والإجهاد المستمر قد تصيب المرء مسببة له زيادة في الوزن نتيجة قيام الجسم بتخزين الطاقة على شكل دهون. ووفقا لإحصائية عالمية وجد أن عدد المصابين بحالة الإرهاق المزمن يتراوح بين 5 إلى 8% من سكان بريطانيا على سبيل المثال. ما تأثير حالة الإرهاق المزمن على زيادة الوزن والصحة العامة للفرد؟ وهل للغذاء علاقة؟ وما دور التغذية الصحية السليمة في التصدي لهذه الحالة؟ نتعرف على كل ذلك مع أخصائية التغذية سوزانا أبو عز الدين. نتابع. الغذاء كتير مهم بالنسبة للصحة الجسدية اللي بيكون فيها الإنسان. إذا حاسس حالك تعبان أو عنده إرهاق أو بالعكس حاسس حاله إنرجيتيك أو أنه عنده نشاط، هذا كله له علاقة بالتغذية. هلا الأشخاص أجمالا يلي بحسوا بالإرهاق أو ممكن يكون عنده نقص بالفيتامينات والمعادن، ممكن يكون عنده نقص بالفيتامين دي، أو ممكن يكون عنده مشاكل بالهرمونات مثلا منا الغدة الدرقية، فضروري نفحص هالموضوع كمان نشوف إذا هل هي المشكلة صحية عنا مشاكل هرمونات أو هي بس ترتبط بغذائنا. هلأ بالنسبة للغذاء، الناس اللي بحسوا بالإرهاق هن الناس اللي بتناولوا كميات كبيرة من الملح أو بيزيدوا كتير ملح على الأكل، يلي بيأكلوا كتير سكر مكرر، الحلويات، الدونات، هالأمور، يلي بياخدوا كتير فاست فود. هلأ كيف نقدر نتخلص من هذا الإرهاق؟ هون بيجي دور التغذية إنه ناكل بطريقة صحية. مثلاً عطول لازم يكون غذائنا بيحتوي على 50% من الكربوهيدرات المعقدة، يعني عطول ناخد الخبز القمح، الباستا المعمولة من القمح الكامل، وحتى كمان في دراسات أثبتت أنه ممكن ناخد كمان المنتجات الجلوتين فري، يعني ننوع مرة ناخد إشي من القمح الكامل، مرة ناخد المنتجات الجلوتين فري مثلا الباكويت، ناكل خضار وفواكه بشكل كبير خلال النهار، ناخد تقريبا من 2 لـ3 فاكهة وبين 3 و5 حصص من الخضار الورقية الخضراء اللي بتعطينا هي الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. أكيد البروتينات لازم غذائنا يحتوي على 25% من البروتينات، البروتينات الصحية كالسلمون والأسماك والبروتين الحيواني البقوليات والعدس. أما بالنسبة لدهون فنحاول نخففها لماكسيموم 25%، بس تكون دهون صحية، تكون عبارة عن أفوكا، عن اللوز، عن الجوز، ناخد زيت الزيتون، ناخد زيت دوار الشمس، ناخد زيت الكانولا، ونبتعد كليا عن الدهون المشبعة. كمان بتعرف الرياضة كتير له علاقة بالحالة الجسدية، ولما نعمل رياضة بتعطينا بتفرز الهرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وبالتالي بيخلينا نتخلص شوي من الإرهاق. نشرب ماء بكميات منيحة بالنهار تقريبا من 8 لـ10 كاسات بالنهار، نحافظ على نوم منتظم، ننام من 7 لـ8 ساعات نوم جيد، وأكيد ما ننسى ناخد عطول الخضروات والفواكه. وللناس اللي ما كتير بحبوا الخضار، هلا دارج كتير الديتوكس جوسز اللي معمول من الأوراق الخضراء ومع حبة فاكهة كلهم معصورين على البلندر، هيدي كتير بتساعدنا انه نتخلص من الإرهاق. مما لا شك فيه أن اتباع نظام غذائي صحي يشكل الخطوة الأولى في علاج حالة التعب المزمنة والإرهاق. قرابة نصف العاملين في مجال التكنولوجيا يخشون من فقدان وظائفهم بسبب أعمارهم، وفقا إلى استبيان من موقع Indeed.com،
فإن نسبة 18% من المشاركين فيها يقلقون من هذه المشكلة طوال الوقت. الاستبيان أوضح أن 22.8% من الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل التي تم تقديمها إلى لجنة تكافؤ فرص العمل عام 2016 كانت متعلقة بالأعمار، مقارنة بنسبة 19.6% منذ 20 عاما. توصلت دراسة حديثة إلى أن أطفال الآباء والأمهات المطلقين أكثر عرضة للطلاق بعد الزواج بالمقارنة مع أولئك الذين نشأوا ضمن أسر مترابطة. وفي مقابل ذلك وجدت أن هذا الأمر قد لا ينطبق على الأطفال المتبنين، وأفادت بأن العوامل الوراثية هي التفسير الأساسي للاتجاه السائد نحو الطلاق، ويمكن أن تكون للنتائج الجديدة أثر إيجابي على النصائح التي يقدمها مستشار شؤون الزواج والطلاق. أظهرت معلومات جمعتها مجموعة Consumer Reporters الأمريكية أن السيارات الكهربائية تبدي كفاءة أكثر من تلك العاملة بالوقود. وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي إن السيارات الكهربائية ذات كفاءة عالية كونها تتمتع بتصميم أقل تعقيدا وفقا لجاك فيشر رئيس المنظمة، ولخلوها من نظام الإمداد بالوقود والتبريد وقطع أخرى. حاولت شركة فيسبوك جلب المزيد من المستخدمين إلى شبكتها الاجتماعية من خلال إضافة عدة ميزات وتحديثات تسهل استخدام التطبيق، فقد بدأت فيسبوك اختبار ميزة تتيح للمستخدمين نشر التحديثات التي تختفي تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، وتتضمن 101 من الحروف فقط، ويمكن للمستخدمين تعيين تاريخ انتهاء صلاحيتها. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي يصرح المعركة ضد داعش بعد تحرير الرقة مستمرة. دبي أكثر المدن نشاطا في العالم بإطلاقها فعالية تحدي دبي للياقة. واستعرضنا ما علاقة الإرهاق والتعب المزمن بالغذاء ودور التغذية الصحية السليمة في التصدي لهذه الحالة. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأخبار. شكرا للمتابعة. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.